أعطينا أول عمل لكابلر وهو كتاب اللغز الكوني الذي كان في فيثاغورية الطابع، وقلنا إنه كابلر لم يكن راضيا بالرصدات التي كانت في حوزته، فأراد أن يحصل على أحدث الرصدات وأدق الرصدات، وكان يدرك أن هذه الرصدات موجودة في حوزة تايكو العالم الدنماركي. ولذلك عرض عليه تايكو أن يعمل معه، فالتحق بتايكو. لكن كابلر كان شخصية منطوية وكان هادئا ورعا، كان يعني لا يحب الصخب. وعندما ذهب إلى تايكو وجد أن تايكو على العكس من ذلك تماما، كان تايكو أرستقراطيا صاخبا يحب الملذات والحفلات والمجون، فهذه الحياة لم تناسب كابلر، ولكنه تحامل على نفسه وشاركه إلى حد ما لأنه أراد أن يحصل على رصداته. اشتغل مع كابلر مع تايكو لمدة 6 أشهر، ولكن بعدها توفي بصورة مفاجئة تايكو. عام 1601 توفي تايكو، فصدم كابلر لأنه لم يحصل على كم كاف من هذه الرصدات الدقيقة من تايكو. تايكو كان بخيلا في رصداته، كان بالقطارة يعطي كابلر رصداته، وهذا لم يكن يرضي كابلر. فكابلر أراد أن يحصل على الرصدات كلها دقيقة، وحاول أن يقنع تايكو، لكن تايكو لم يستجب له. فتوفي تايكو وهو لم يحصل إلا على قدر يسير من هذه الرصدات، وهذا في الواقع أثر سلبا على كابلر. المشكلة أنه عندما أراد كابلر أن يحصل بعد وفاة تايكو أن يحصل على ما خلفه من رصدات دقيقة، وضعت أسرة تايكو أو أقارب تايكو وضعوا أيديهم على هذه الرصدات لأنهم أدركوا أهميتها وأرادوا أن يستثمروها ماديا، أرادوا يعني أن يكسبوا من وراءها. طبعا لم يكن هدفهم علميا البتة، وإنما أرادوا في الواقع أن يتاجروا بهذه الرصدات. المهم أنه كابلر استطاع أن يتحايل عليهم بطريقة ذكية، وبعد 3 سنوات حصل على هذه الرصدات. وهذه الرصدات مكنته في الواقع، استعمل هذه الرصدات بذكاء نظري كبير، وهذه الرصدات قادته إلى ما إلى قانون كابلر الأول وقانون كابلر الثاني. وقد سبق أن تحدثت عن هذين القانونين، إنجازان كبيران جدا في تاريخ العلم. وثم وضع يعني كل هذه الاكتشافات في كتاب ثان له نشره عام 1609 بعنوان العلم الفلك الجديد، أسترونوميا نوفا، وكان علم فلك جديد بمعنى الكلمة. يعني هو يعني هذا هو الكتاب الأهم لكابلر، لأنه هو الكتاب الذي تبلر فيه علم الفلك الحديث، يمثل انعطافة كبرى في تاريخ العلم، لأنه في الواقع يعني هذا الكتاب كان كتابا علميا بمعنى الكلمة ويتضمن أعظم الإنجازات العلمية، فهو من أهم كتب العلمية في التاريخ. فإذن أصدر الكتاب عام 1609، كان ممكن أن يصدره أبكر من هذا التاريخ ولكن كان في هناك إعاقات. المهم بالنهاية عام 1609 أصدر هذا الكتاب تحت هذا العنوان أسترونوميا نوفا، أي علم الفلك الجديد. كان يدرك جيدا أنه بإزاء وضع علم فلك جديد. الآن ما الذي فعله كابلر في هذا الكتاب؟ أولا أطاح أو تخلى عن فكرة الأفلاك البلورية، أفلاك أرسطو البلورية يعني، وهذه طبعا ارتكازا إلى عمل تايكو الذي سبق أن تحدثت عنه، لأنه تايكو بيّن أنه لا يمكن، عندما تتبع مذنب قال لا يمكن أن يكون هناك أفلاك بلورية، لأن المفروض أن مسار المذنب يقطع هذه الأفلاك، لا يمكن ذلك، ولذلك هو يعني قال هذه الأفلاك ليست موجودة. كابلر تبعه في ذلك فتخلى عنها، وبدلا من هذه الأفلاك وضع مفهوم المسار المحدد، المسار المحدد في المكان والزمان، وهي فكرة أساسية في فيزياء
في الفيزياء ما يسمى الفيزياء الكلاسيكية التي جاءت عقب نيوتن، ففكرة أساسية في العلم الحديث في الواقع. فقال إن الكواكب تدور في مسارات محددة في المكان والزمان حول الشمس. هذه فكرة هائلة كانت. هذه أولا. ثانيا، هو لأول مرة في هذا الكتاب على فكرة ضغط النزعة المادية الذرية على النزعة الفيثاغورية. هذا لا يعني أنه تخلى عن النزعة الفيثاغورية، لا، كانت موجودة ولكن كامنة. أما في هذا الكتاب في الواقع فعلا برزت النزعة الأخرى اللي هي النزعة المادية الذرية على حساب النزعة الفيثاغورية مؤقتا، ولكن على حساب هذه النزعة الفيثاغورية. النزعة المادية هي أساس العلم، فهو في الواقع أخذ ينظر ارتكازا إلى هذه النزعة، أخذ ينظر إلى المجموعة الشمسية بوصفها نظاما ماديا من أجسام مادية تتفاعل معا عن بعد، وهو الأنموذج لكل العلم اللاحق. كل العلم اللاحق يرتكز على هذا الأنموذج، أن أي نظام مادي يعني موجود هو عبارة عن نظام من الأجسام أو الكيانات المادية المتفاعلة معا عن بعد أو المتفاعلة معا. هذا الأنموذج لأول مرة في التاريخ وضعه كبلر، فقال إن المجموعة الشمسية هي نظام من الأجرام المادية المتفاعلة معا ماديا عن بعد. فكرة هائلة كانت في الواقع. مجرد ما وضع هذه الفكرة يعني، وقال حتى قالها بصراحة، إن علم الفلك الذي أضعه هو علم فلك physical astronomy، هو علم فلك فيزيائي، علم فلك مادي، يعني كان مدركا تماما لهذا الأمر. فقال إنه إذن أنا لدي هذا الوضع. الآن هو أعطى الأولوية للشمس، قال إن الشمس هي التي تؤثر على الكواكب كلها، هي التي تؤثر عن بعد على الكواكب كلها، المؤثر الرئيسي على هذه الكواكب هي الشمس. طبعا لم يتكلم عن الجاذبية بالمعنى الصحيح، ولكنه هذا معناه، إنه الأرض الشمس تؤثر على الكواكب بقوى عن بعد، بقوى عن بعد، قوى مجالية عن بعد. هذا ما أكده. وفي بعض الأمر ظن أن هذه القوة هي قوة مغناطيسية، ارتكازا إلى عمل ويليام جيلبرت الذي سبق أن تحدثت عنه. ولكن في الواقع لا، يعني هو أدرك لاحقا أنه لا يمكن أن تكون هي قوة مغناطيسية، فأخذ يبحث عن قانون قوة آخر. يعني هاي كانت بدايات نظرية الجاذبية التي طورها نيوتن لاحقا. ولكن على أي حال، كبلر قال إن الكوكب في أثناء دورانه حول الشمس كان يدرك هو وحتى علم الفلك القديم إنه الشمس لا تكون في المركز، وإنما تكون في بمحاذاة المركز، ولا تكون في مركز المدار. كان طبعا يظن أن المدارات دائرية، فكان يدرك أن الكوكب يدور في مدار دائري ولكن الشمس لا تحتل مركز المدار. كان يدرك ذلك، فقال إذن معنى ذلك إنه الكوكب إذ يدور في مداره فإن بعده عن الشمس يتغير. وقال لكن لابد أن تكون القوة التي تؤثر بها الشمس تعتمد على البعد الكوكب عن الشمس. ليش فكر هيك؟ لأنه كان أنموذجه في ذلك الضوء، كان يدرك إنه الشعاع الضوئي كلما ابتعدت المسافة، كلما زادت المسافة خفت شدة الضوء. يعني كان يدرك أن شدة الضوء تقل مع المسافة، مع البعد تقل بصورة معينة مع البعد. فارتكازا إلى هذه الملاحظة قال نفس الشيء، إن القوة الشمس، إن القوة التي تؤثر بها الشمس عن بعد على الكواكب تقل كلما ابتعدنا عن الشمس. هذا كان بالنسبة إليه شيء بديهي. فقال إذن إذا كان الكوكب يدور في مداره ولكن بعده عن الشمس يتغير، معنى ذلك أن القوة الواقعة عليه من الشمس تتغير وتقل شدتها، تقل شدتها كلما ابتعد الكوكب عن الشمس. لذلك نتوقع السرعة أن تكون متغيرة وليست منتظمة.
هذه كانت فكرة ثورية إلى آخر حد. لاحظوا أنه الكوكب إذ يدور حول في مداره فإن سرعته تتغير، يعني إذن هو لا يتحرك حركة منتظمة بالنسبة إلى الشمس، وإنما الحركة المنتظمة هي اللي بتضلها السرعة ثابتة. قال لا، السرعة تتغير إذ يدور في مداره، لأن بعده عن الشمس يتغير، والسرعة تعتمد على البعد عن الشمس. هذه فكرة هائلة جاء بها كبلر نتيجة هذا التصور. ليش؟ لأن كل علم الفلك القديم كان على العكس من ذلك، كان يقول إن الحركة السماوية لابد أن تكون حركة منتظمة، لا يليق بالحركة السماوية أن لا تكون منتظمة، ولذلك أي حركة الحركة السماوية ينبغي أن تكون حركة منتظمة. هنا كبلر قال على العكس من ذلك تماما، قال بفعل قانون القوة الأصل في الأشياء أن تكون حركة الكواكب حركة غير منتظمة، أي أن تتغير السرعة إذ يدور الكوكب في مداره. وضع إذن نسف كل الحكمة القديمة بضربة واحدة وارتكازا إلى أسس فيزيائية عميقة. ولكن ثم طرح التساؤل الكبير، طيب تتغير السرعة، كيف تتغير؟ ما هي العلاقة بين السرعة وسرعة الكوكب وبعد الكوكب عن الشمس؟ طبعا هون علينا أن أيضا أن نؤكد نقطة أخرى قام بها كبلر في علم الفلك القديم، بما في ذلك كوبرنيكوس، كان النظر مش للشمس كجسم، وإنما للموقع المتوسط الموقع للشمس، يعني كانوا يأخذوا إنه نقطة خالية، نقطة هندسية، ويقولون إن هذه النقطة الهندسية هي متوسط أبعاد الشمس أو متوسط مواقع الشمس. كبلر قال لا، أنا بدي أرجع كل الحركات بالنسبة إلى الشمس نفسها وليس بالنسبة إلى نقطة هندسية ما. لاحظوا فكره الفيزيائي دفعه إلى أخذ الشمس معيارا ومرجعا، فقال كل الحركات وكل الأبعاد ينبغي أن تكون بالنسبة إلى الشمس، هذا الجسم المحدد. هذه طبعا العملية، هذا نقل المرجعية بهذه الصورة، أيضا غير من طبيعة علم الفلك تماما ومكنه من إيجاد قوانينه. المهم أنه سأل السؤال كبلر، كيف تتغير سرعة الكوكب مع بعدها عن الشمس؟ وطبعا هذا كان يعني سؤال جديد من نوعه. هنا قال افتراض خاطئ ولكنه افتراض مهم، افترض أن السرعة تتناسب تناسبا عكسيا مع المسافة، مع بعد الكوكب عن الشمس. يعني إذا كانت السرعة V وكانت بعد الكوكب عن الشمس R، معناه V تكون تتناسب تناسبا طرديا مع 1/R. طبعا نحن نعلم اليوم أن هذا الافتراض ليس صحيحا، الأمر ليس كذلك، ولكن مع ذلك قاده هذا الافتراض الخاطئ إلى قانونه الثاني اللي هو صحيح، قانون كبلر الثاني. يعني هذه هذا الافتراض اللي هو ليس صحيحا من حيث التفصيلات ولكنه صحيح من حيث الفكرة، قاده إلى القانون الثاني أن الخط الواصل بين الكوكب والشمس يمسح مساحات متساوية في أزمان متساوية، وهو قانون كبلر الثاني. المهم أنه هاي مش أول مرة في التاريخ أن افتراضات خاطئة تقود إلى نتائج صحيحة. لاحقا القرن 20 راذرفورد ارتكز إلى افتراضات نظرية خاطئة، ولكن هذا قاده إلى فكرة وجود أنوية الذرات وإلى حركة الإلكترونات حولها. فيعني بالتاريخ يحصل أحيانا أن تكون الافتراضات خاطئة ولكن النتيجة تأتي صحيحة، وهذا ما حصل في كبلر في هذه المسألة. ثم قال كبلر أنه طيب نحن الآن أنا توصلت إلى القانون الثاني، لاحظوا أنه توصل إلى قانونه الثاني قبل أن يتوصل إلى قانونه الأول، ومع ذلك نسمي
القانون الذي جاء لاحقا هو القانون الأول، والقانون الذي جاء مبكرا نسميه القانون الثاني. المهم توصل إلى قانونه الثاني، والآن بده يعرف بالضبط ما هو شكل المسارات الكواكب، مسارات الكواكب حول الشمس. طبعا هو ركز بصورة أساسية على المريخ، لأن المريخ هو أكثر حركة حيرت الفلكيين عبر التاريخ. حركة المريخ هي أكثر شيء ركز عليه الفلكيون، حتى تايكو أغلب رصداته كانت على كوكب المريخ، فهو أراد أن يدرس كوكب المريخ، وكان في حوزته رصدات كبل تايكو الدقيقة جدا، الدقيقة جدا بالنسبة إلى ذلك العصر طبعا. فهو أراد أن يضع أنموذجا دقيقا لحركة الكوكب حول الشمس، وبالذات حركة المريخ حول الشمس. هون طبعا كبلر بدأ بحسه الفيزيائي بنزعته المادية، قال إنه خلينا نستعرض أدوات بطلميوس، أي أدوات تصلح فيزيائيا وأي أدوات لا تصلح فيزيائيا بالنسبة إلى نزعته المادية، بالنسبة إلى حسه الفيزيائي الجديد. فحسه الفيزيائي الجديد صار أداة أو مقياسا أو معيارا للتمييز بين الأدوات البطلمية. أول شيء رفض فكرة أفلاك التدوير التي سبق أن تكلمت عنها، قال إن هذه فكرة غير فيزيائية أنا أرفضها. لاحظوا إنه كيف اعتباراته اختلفت عن اعتبارات كوبرنيكوس والفلكي وقدام والفلكيين القدماء، اختلفت. قال كيف بدي أميز بيناتها؟ فهو منذ البداية أفلاك التدوير أقصاها، ما بده إياها، قال إنها غير فيزيائية، ولكنه قبل بفكرة نقطة المحاذاة الأكوانت. فبهذه الكيفية قلب تماما التوجه الذي كان لدى الفلكيين. الفلكيون القدامى وبالذات العرب، فلكيو العلم العربي، علم الفلك العربي، وكوبرنيكوس أيضا رفضوا رفضا باتا نقطة المحاذاة الأكوانت، وركزوا على أفلاك وما كان عندهم مشكلة كبيرة مع أفلاك التدوير، مثلا ابن الشاطر وكوبرنيكوس تحديدا. كبلر العكس، قال إنه أنا لا أريد أفلاك التدوير، وهذا النقطة المحاذاة التي سبق أن رفضت من الفلكيين العرب وكوبرنيكوس وغيرهم، أنا على العكس من ذلك أجده مقبولا، أجد هذه الأداة مقبولة من الناحية الفيزيائية، ولذلك سأعتمدها، وألفظ خارجا فكرة أفلاك التدوير. هذه كانت تغيير انعطافة في الممشى في المسار. فاللي عمله أنه أخذ نموذج دائرة، كان بعده متمسك بالدائرة، دائرة مع نقطة المحاذاة، وبدأ يحاول أن يركب رصدات تايكو على هذا النموذج. ركبها ولكن ظل في فارق ضئيل، يعني لو اعتمد على رصدات أقدم غير دقيقة كان ما انتبه لهذا الفارق، ولكن لأن رصدات تايكو كانت دقيقة جدا انتبه إلى هذا الفارق الصغير جدا، فقال هذا تناقض، هناك تناقض إذن ما بين هذه في هاي المرة حط اللوم على النموذج وليس على الرصدات. ليش؟ لأنه كان يدرك مدى دقة الرصدات، فقال إذن أنا في إشكال، في هون إشكال بيناتها، معناه إنه المسار ليس صحيحا، لابد أن يكون المسار إشي مختلف، وأدرك إنه لا يمكن أن يكون مسارا دائريا. إذن لأول مرة في التاريخ شخص بعد أن دامت فكرة الحركة الدائرية لمدة 2000 عام قال إن الحركة السماوية ليست حركة دائرية، بالعكس الحركة الدائرية مش هي الحركة الطبيعية في السماوات يعني. فطبعا اللي دفعوا إلى ذلك هي نزعته المادية زائد هذه الرصدات الدقيقة واحترامه للرصدات الدقيقة، فهو قال لا إذن معناه خلينا نجرب أنماط أخرى من المدارات، المدار الدائري لا يفيدني الآن. في بعد الأمر جرب بيضوي، مدار بيضوي برضو ما نفع، ولكن بعدين اكتشف معادلة رياضية معينة تأخذ بعين الاعتبار هذا الفرق الطفيف الذي تحدثت عنه، ثم لاحقا أدرك أن هذه المعادلة تعبر عن الإهليلج أو القطع الناقص الإليبس،
فأدرك أن المسار الطبيعي للكوكب حول الشمس هو المسار الإهليلي، وهذا هو قانونه الأول، يعني توصل إلى قانونه الأول. قال إذن نحن كل الوقت كنا نظن أن الحركة الدائرية المنتظمة هي الحركة الطبيعية لكن في السماوات، لكن اكتشفنا أن الأمر ليس كذلك، إن الحركة السماوية بالضرورة ليست منتظمة، ولكن أيضا هي ليست دائرية وإنما هي إهليلية. ووجد عندما وضع هذه الفكرة وجد أن الرصدات تنطبق انطباقا دقيقا جدا على الأنموذج الإهليلي، فقال فنادى به، يعني أخرج قانون الأول اللي هو إن الكوكب يدور في مدار إهليلي حول الشمس، والشمس تحتل إحدى بؤرتيه. طبعا وجد أن البؤرة الثانية هي نقطة المحاذاة، فنقطة المحاذاة منذ البداية كانت صحيحة، فكرة صحيحة، وإن نبذت من علم الفلك القديم، وهذا يعني بطلميوس بحدسه العلمي كان يدرك ذلك، لذلك هو ابتكر مفهوم نقطة المحاذاة. على أي حال وضع هذا القانون. فإذا كبلر في هذا الكتاب العظيم وضع قانونيه، الأول القانون الأول لكابلر والقانون الثاني لكابلر. بهذه الكيفية تم، طبعا هاي كانت ثورة كبيرة، انه لأول مرة في التاريخ انه بطل في افلاك وكذا وانما مدارات، مسارات محددة في المكان والزمان، بطل في بلورات تحمل الكواكب، قوى هي التي تؤدي الى حركة الكواكب، قوى عن بعد، شيء جديد تماما. ثم اكتشف ان الحركات غير منتظمة بطبعها، واكتشف أيضا أن المسارات الطبيعية هي المسارات الإهليلية الإليبتيكال أوربتس. هذا كان عمل جبار جدا. فإذا كيبلر هدول ضم هذا الكتاب علم الفلك الجديد قانونيه الأول والثاني. أما القانون الثالث فلسه ما كان مكتشف ولم يتضمن في هذا الكتاب، في كمان قانون كيبلر الثالث في حركة الكواكب حول الشمس، ولكن هذا القانون الثالث لم يضعه كيبلر في كتابه علم الفلك الجديد. طبعا علم الفلك الجديد هذا الكتاب العظيم لم يحدث الأثر الكبير الذي كان يتوقعه كيبلر واللي منتوقعه نحن اليوم، يعني ثورة عارمة من هذا القبيل للأسف، ربما لأنها كانت عارمة جدا، ما يعني لم يدرك معاصرو كيبلر أهمية ما قام به. في الواقع لم تدرك أهمية ما قام به كيبلر في هذا الكتاب إلا بعده بسنوات طويلة على يدي نيوتن العالم الإنجليزي العظيم. نيوتن هو الذي غربل كل الموروث الذي ورثه من العلم القديم، من العلم الذي سبقه. نيوتن هو الذي فعل ذلك، غربل وطلع هذه الجواهر اللي هي قوانين كيبلر ودمجها مع قوانين غاليليو لكي ينتج علم الفيزياء الحديث. هذه طبعا لها قصة أخرى، ولكن النقطة الأساسية أن الكتاب في عصره لم يحدث أثرا، وحتى بعد موته عام 1630 ظل عمل كيبلر مش معطى حقه، إلى أن بدأ العلماء الإنجليز في الواقع يدركون إلى أي مدى مهم قام به كيبلر، وتوج هذا الاهتمام بطبعا بنيوتن الذي أدرك بدأ كتابه الرئيسي ما يسمى المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية البرينكيبيا بالكلام عن قوانين كيبلر، لكن هذه جاءت لاحقا. هلأ القانون الثالث كما قلت لم يتضمن في الكتاب 1609 اللي هو علم الفلك الجديد، وإنما نشر بعد 10 سنوات من هذا الكتاب، وهذه المرحلة الثالثة في عمل كيبلر. عمل كيبلر المرحلة الثالثة هو كتاب نشره عام 1619 بعنوان تناغم العالم، هارمونيتشي موندو، تناغم الكون أو تناغم العالم. وضع هذا الكتاب وجاء ذكر القانون الثالث في هذا الكتاب تحديدا. هذا الكتاب في الواقع عاد يعني أكبر دليل على أن كيبلر لم يتخلى عن النزعة الفيثاغورية، أنه النزعة الفيثاغورية عادت لكي تطغى في هذا الكتاب الثالث، وليس كما هو الحال في الكتاب الثاني الذي كان مادي الطابع.
فسنتحدث في المحاضرة القادمة عن هذا الكتاب وكتاب آخر يعني جاء بعده، وعن القانون الثالث لكابلر، ثم بعد ذلك ننتقل في المحاضرة ذاتها في المرة القادمة لجاليليو وإنجازات جاليليو.